مساء الخير لجميع مشاهدي ريبيا دوت كوم ارحب بكم من جديد اعلم ان الجميع ينتظر الان دخول العاصفه هدى سنكون طبعا دائما معكم بتحديثات اكثر اولا باول بدات الامطار وزخات البرد بالهطول قبل قليل في اجزاء من شمال ووسط المملكه هذا هو ليس الدخول الحقيقي للعاصفه هدى انما هي فقط مجرد بدايات لهذه العاصفه اخر صور الاقمار الاصطناعيه تشير طبعا الى وتدل لنا اين هو مركز المنخفض الجوي تقريبا مركز المنخفض الجوي في هذه المنطقة. هناك جبهة هوائية باردة واضحة جدا الآن في الخرائط وهي عفوا في ستلايت وصور الأقمار الصناعية تتواجد في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط أيضا في الجانب الآخر هناك اندفاع لرياح قطبية بشكل كبير خلف هذه الجبهة الهوائية القطبية تصل إلى عموم مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط ومركز المنخفض الجوي أصبح واضحا نوعا ما في المناطق الأواسط تركيا الآن خلال الساعات القليلة القادمة أيضا نستدل من صور الأقمار الصناعية على هبوب رياح قوية جدا أمام هذه الجبهه الهوائيه القطبيه كما نلاحظ على السواحل المصريه وايضا هذه الرياح تث... عم تعمل حاليا تشكل عواصف رمليه واضحه بشكل كبير جدا في المناطق الشماليه للاراضي المصريه وستندفع مباشره الى منطقه شرق البحر الابيض المتوسط بما فيها المملكه كما نلاحظ الان هذه المنطقه تقريبا جميعها منطقه ذات اتربه مثاره وعواصف رمليه ورياح قويه جدا شديده تندفع امام هذه الجبهه الهوائيه البارده you <laughs> التي تحدثت عنها قبل قليل بالرجوع إلى التوقعات خلال الساعات القليلة القادمة هذه الليلة متوقع أن يتحرك المنخفض الجوي كما ذكرنا قبل قليل المتمركز كان في المنطقة الجنوبية لتركيا إلى ليتمركز إلى المنطقة الشمالية الغربية من الأراضي السورية وطبعا هذا منخفض مصحوب بجبهة هوائية باردة كما نلاحظ هذه الجبهة ستعمل على بدء العاصفة هدى بالدخول في مناطق سوريا لبنان إضافة إلى أجزاء واسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط عدا عن ذلك من تتوقع ان تتعرض المناطق مثل جنوب الاردن، شرق الاردن، جنوب الاراضي الفلسطينيه، سيناء وايضا شمال الاراضي المصريه الى هبوب رياح شديده في مقدمه هذه الجبهه الهوائيه، وبالتالي نتحدث عن اتربه وغبار كما نلاحظ هنا متوقعين عواصف رمليه تدني لمدى الرؤيه الافقيه بشكل كبير جدا في المنطقه الجنوبيه، المنطقه الشرقيه، حتى العاصمه عمان تعرضت لبعض الهطولات المطريه من المتوقع ان يكون هناك عليها بعض العواصف الرمليه القادمه من المناطق الصحراويه من شبه جزيره سيناء. ايضا لا ننسى بان السواحل المطله على البحر الابيض المتوسط جميعها ستشهد امواج عاتيه كنتيجه لارتفاع سرعه الرياح. ايضا على الجانب الاخر نعود مره اخرى للخارطه القبل هذه الجبهه الهوائيه بارده تشكل حزام من السحب الممطرة المثلجة حسب الارتفاع طبعا الأمطار تكون غزيرة رعدية شديدة مع بالبرد إضافة إلى الهطولات الثلجية على نفس الوقت فنلاحظ أن ربما المناطق الشمالية من المملكة هذه الليلة تتعرض لأمطار رعدية غزيرة خصوصا في محافظة إربد ومن المتوقع بمشيئة أن تتعرض تلك المناطق المرتفعة يزيد ارتفاعها تقريبا عن 800 إلى 900 متر لتساقط للثلوج هذه الليلة ربما تمتد بعض من هذه الزخات أحيانا إلى مناطق أخرى في المنطقتين الشمالية والوسطى ولكن على فترات متباعدة نسبيا بالانتقال أكثر إلى ما سيحصل نهار يوم غدا بمشيئة الله تعالى يتحرك المنخفض الجوي تمركز هنا إلى تقريبا شمال الأراضي السورية دخلت فعليا الجبهة الهوائية الباردة كما نلاحظ غدا ظهرا تقريبا بحدود ما بين الساعة الثانية عشر والساعة الثالثة عصرا تندفع خلف طبعا الكتلة الهوائية القطبية المرافقة لهذا المنخفض الجوي وبالتالي كما تحدثنا عن الأمطار والثلج تبدأ في المنطقة الشمالية تمتد تدريجيا إلى المنطقة الوسطى بما فيها طبعا أجزاء من العاصمة عمان ولاحقا خلال ساعات نهار الأربعاء تمتد تشمل أغلب مناطق المملكة نشاهد خارطة سريعة الآن هذه الخارطة توضح الأحوال الجوية المتوقعة اعتبارا من ظهر يوم غدا نلاحظ أن الأمطار تشمل عموم مناطق بلاد الشام الثلوج تبدأ مع ساعات الصباح بكثافة في المنطقة الشمالية من المملكة تمتد تدريجيا إلى المنطقة الوسطى الارتفاعات التي تحدث عن تقريبا فوق 600 إلى 700 متر خلال ساعات النهار تشمل محافظات إربد جرش عجلون اضافه طبعا الى البلقاء، العاصمه عمان، لاحقا الكرك والطفيله اجزاء من محافظه الزرقاء ايضا خاصه مرتفعه منها ومن ثم تمتدها الثلوج لتشمل اجزاء واسعه من المناطق الجنوبيه الطفيله وايضا الكرك اضافه الى المرتفعات الجبليه من محافظه معان. فهذا هذه التوقعات لحديت خلينا نحكي مساء يوم غد. بعد ساعات مساء يوم غدا تدخل المملكة في ذروة هذه العاصفة وبالتالي نتوقع تساقط لثلوج يصبح كثيف وباختصار تهب عاصفة ثلجية على أغلب المرتفعات الجبلية لترتدي معظم مناطق المملكة الحلة البيضاء مع ساعات صباح يوم الخميس بمشيئة الله تعالى الآن راح نكون ربما في تسجيل آخر بعد قليل مع الدكتور أيمن صوارح نحديث أكثر عن تراكمات الثلوج والتحذيرات الواجب اتخاذها والنصائح بالنسبة لأيضا هذه العاصفة ولكن أود أن أشير الأمر. اخر معين بان نهار يوم الخميس تخف حده الاحوال الجويه المترافقه مع هذه العاصفه، تتراجع ويتراجع تساقط الثلوج والامطار، لكن تبقى درجات الحراره متدنيه بايضا بشكل لافت، ولكن كما نلاحظ يوم الخميس مع ساعات مساء الخميس تقترب من المملكه ما يسمى مركز الكتله الهوائيه القطبيه القياسيه وقياسيه البروده وهي اصلا متواجده فوق الاراضي التركيه. حقيقة من المتوقع أن تقترب تدريجيا هذه الكتلة القطبية نحو الجنوب وربما نتأثر بتساقط ثلوج جديد يوم الجمعة سنكون بتفاصيل أكثر معه خلال فيديوهات لاحقة أيضا نعيد ونكرر بأن درجات الحرارة المترافقة مع هذه الكتلة الهوائية القطبية هي درجات حرارة غير معتادة وبالتالي عندما نتكلم عن درجات حرارة ليلة الجمعة على السبت أو صباح السبت نتكلم عن بعض أحياء العاصمة عمان ناقص خمسة ناقص سبع درجات في بعض مناطق المملكة من ناقص عشر درجات مئوية كملخص ذكرنا الثلوج تبدأ غدا ظهرا بشكل فعال ومتراكم في أغلب المرتفعات الجبلية ليلا عاصفة ثلجية على أغلب مرتفعات المملكة تراجع واضح في الحالة الجوية مع ساعات فجر وصباح يوم الخميس مع بقاء الفرصة مهيئة لبعض الثلوج والأمطار على شكل أيضا زخات وتجدد الأحوال الجوية مرة أخرى نهار يوم الجمعة تابعونا في المزيد من الفيديوهات حول تغطية العاصفة هدى أتمنى لكم نهار ومساء سعيد جميعا كان معكم محمد شاكر من موقع طقس العرب إلى اللقاء